السلام عليكم، وكنشكركم كاملين على الحضور ديالكم، وكنشكر السيد وكيل العام والنواب ديالو واحد بواحد. اللي بغيت نقول لكم انا كانت عندي جلسه اليوم، نفس داكشي اللي كانوا باغي كنداروا في الابتدائيه بغاو يديروا حاليا هنا، شواهد طبيه ولا او محاميه جديده دخلت على الملف عاوتاني. هادشي كنا عارفينه البارح انا والاستاذه ديالي، كان الاحتمال اليوم داكشي هو اللي وقع. سجلات واحد الاستاذه النيابه ديالها والمتهمه حقا راها في فرنسا، ما عليناش حنا، انا تسنيت سنين وما كيجرجروا فيا، وست سنين وما كيضربوا فيا وياكلوا فيا، وشفتوا كصحافه شفتوا كلشي على عينيكم. اليوم انا صبر ست سنين، نصبر اكثر ماشي مشكل. اللي بغيت نوصل للراي العام بعدا كنشكركم بزاف بزاف بزاف. اليوم تاجلات الجلسه نهار 30/3، لان المتهمه قال لك فرنسا كدوز شي امتحان. ما عليناش، قبل من الجلسه واحد السيده كترافقهم كانت كدير ابيل فيديو معاهم في المحكمه الابتدائيه وسط الجلسه، وهذاك السيده هي اللي كنت كما قلت السيد وكيل العام ضحيه كما انا، ولات تحيدت لي الوالده. هاد السيده ولدت عندهم مات لها الدري، ملي مات لها الدري دارت شكايه لوكيل الملك، عيطت عليهم الضابطه القضائيه، سمعات الضحيه وسمعات المتهمه اللي انا نيت معها حاليا. فاذا بي كتدخل وحده معروفه عندنا ملقبه بعيشه الحراقه، كتدخل كتفاصل ليهم كتفاصل بيناتهم. هاد السيده هي اللي كتجي معها المحكمه وكتصورني وسط الجلسه في محكمه المحمديه. واليوم ملي لقيتها في محكمه استئناف مشيت عند السيد الضابط قلت له الله يخليك السيده، كانت لقيتها دارت ابيل فيديو مع واحده من المتهمات في المحمديه ما تصورنيش. ملي كيمشي عندها كيطلب منها البطاقه الوطنيه، كنت انا داخله الاخ المحترم ديال الاخ المتهمه اللي هو المحامي كيقول لي كيعيرني قدام الكل في الجلسه، وكانوا المحامون كانوا ناس كيقول لي تتكون محكمه ديال باك وقدام الصحافه بعدا تتكون محكمه ديال باك الخنز حاشاكم. وسط الجلسه غادي يجلس في الكرسي كيشوف فيا وكيدفل عليا، كيدفل عليا وهو لابس البدله ديالو. علاش هادشي كله؟ لان المتهمه اختو اللي حيدت لي الوالده قلبها ضعيف، مسكينه قلبها ضعيف، ما كتحملش الجلسات ولكن كتحمل انها تضغط على كوثر. ما اكتفاوش بهذا الشيء، خرجنا قدام باب الجلسه تهجم على واحد الصحفي، الاخ هذا اخ المتهمه اللي هو المحامي كيتهجم عليه، ناض صداع فرقوهم الناس شويه. انا غندور كنهضر مع استاذتي باش نقول لها بالسلامه، انت كتضربني المتهمه بالعكاز ديالها اللي كتجيبو باش تبقى في الناس ديال الهيئه، ضربتني بالعنق وقالت لي بشويه ضربتيني قدامكم كاملين وكاينين الكاميرات ضربتني قدام كلشي. المتهمه الام اللي كتجيب عكاز ديالها كتجيبيه للمحكمه وفي الزنقه كتمشي على رجليها، ضربتني به وقالت لي بشويه عليك ما تدفعينيش، وطاحت الارض دارت راسها سخفات. وخوها المحامي بالبدله ديالو كيقول لي غنصيفط امك للحبس قدام الكل في المحكمه وكاينين كاميرات. انا حاليا انا بنت الشعب وبنت سيدنا الله يخلي لنا وبنت سيد وكيل العام محكمه استئناف. ياك هاد الناس هما اللي كانوا باغيين محكمه استئناف، داروا المستحيل باش يجيبوني ليها، وانا لقيت فيها با اللي هو سيد وكيل العام، لان كنشكرو بزاف، استقبلني حاليا وصفتني حالني على النائب ديالو اللي دار ليا محضر. والحمد لله كاينين كاميرات وغيفرغوا هذا الكاميرات وكلشي غادي يبان، لان هاد الناس طاغين، هاد الناس لعبوا عليا في محكمه المحمديه كما ينبغي. ولكن كنظن هنا راه ما كاينينش دوك الناس اللي تقدروا ديروا حداهم كلشي. وبالمناسبه اللي بغيت نقول لكم كصحافه كاملين، ان انا بسبب هاد المتهمه وعائلتها تحرمت 6 سنين دابا، تحرمت من حياتي من الاولاد، حيدت لي الوالده ماشي مشكل كنقولوا قدر الله ما شاء فعل، ولكن حرمتني حتى من الجمعويين ما يدخلوش معايا في مدينه المحمديه، حرمتني من صحفيين ما يصوروش معايا في مدينه المحمديه. وتصاور الحمد لله ربي كبير لانني دليت بالتصاور ومازال غندلي بهم عاوتاني. حتى كان ما كيصوروش معايا، واحد السيد كيقول لك انا كرئيس جمعيه
رئيس جمعيه وفي نفس الوقت صحفي، كي كنطلبوا في اول سنه بدايه المشكل كنطلبوا باش يسجل معايا، كيقول لي لا الناس هادوك فلان كناكل معاهم طريف الخبز، وهو رئيس جمعيه وما ضامنش معايا، ونهار اللي جيتو صورتو معايا والفيديو ديالي والقضيه ولات راي عام، كاين نوض كيدير لها حفل تكريم في قاعه الافراح مدينه المحمديه، ومعاها داير معاها السيد رئيس المجلس البلدي ديالنا تهديد، هذا راه تهديد، مادام كتصور دير التكريم اللي كنقول لك انت كتقول انا كنمثل مدينه المحمديه جمعوي ورئيس وصحفي، حتى حاجه من عندك من هادشي كامل. والغريب في الامر مشى كيحط صور ديال المتهمه في حفل التكريم اللي كتجي هما تصاور، الحمد لله الحمد لله تصاور هما معانا، غندلينا بهم وغندليو بهم مازال، انها كتجي صحيحه في الصحه، ونهار الحفل التكريم نهار حفل التكريم جات صحيحه ومصوره بخير، وملي كتجي للجلسه كتجيب معاه عكاز، وهاد العكاز دابا حاليا اكتشفت انها دايره باش ضربني به، ماشي دايره انك تزيد به، لان عندي تصاور غيشوفوهم الناس، ولان تحطو في مواقع التواصل، انا ما مصوراهاش في مواقع التواصل محطوطين هزيناهم، غيتوصل بهم السيد وكيل العام والناس النواب ديالهم ديالو الله يرحم ليهم الوالدين. اختصار الواقع، واللي بغيت نقول لكم انا كنعاود نقول شوفوا شحال من صحافي، شحال من صحافي مدينه الدار البيضاء كيجيو كيتضامنوا معايا وكيوصلوا صوتي ان مدينه المحمديه مشاو داروا لها تكريم، وكنوجه انا هذا النداء للعامل، كنقول لك السيد العامل الله يخليك كفى من هذا الشيء، ان اي واحد بغى توريزاسيون تعطيه مصور ماشي حتى صحافي، وكيقول لك رئيس وكتعطيه باش يمشي يدير تكريم لوحده متهمه، متهمه كيدير لها تكريم، هادشي راه ما بغيناهش. وهذا هو هذاك النداء ديالي كنوجهو للسيد العامل، وباختصار وغنلخص لكم هادشي كامل، وهو ان اليوم تعرضت للضرب والتهديد. قال لي قدام البوليس، قدامكم انتم كصحافه، قدام الناس كاملين، كيقول لي غنصيفط امك للحبس. اه كيقول لي غنصيفط امك للحبس. اش كيجي هذا المحامي؟ خوها، هذا المحامي خوها، ما واخدش هذا الملف ك قدام البوليس، قدام المحامون، قدام الصحافه، قدام الكل، وكاينين تسجيلات الكاميرا، وكنطجى السيد وكيل العام هذا الشيء باش يجيب التسجيل، وكان واحد اخ صحفي اللي تا هو تعرض للاعتداء من طرف هذا الخال المحامي، وكان طالب من السيد وكيل العام ان مزوجة لك في وليداتك تفريغ ديال الكاميرات، لان كليت العصا، انا ضحيه كليت العصا ووسط المحكمه عندك، كليت العصا من وسط المحكمه من طرف المتهمه ومن طرف السيده اللي جابو. كما نسيت الله يخليكم واحد النقطه، الضحيه اللي كانت ولدات هي عندهم ومات لها الدري كانوا فاصلوا، وشكون اللي كتفاصل؟ كتفاصل هاد السيده اللي جات معاها عايشة الملقبة عايشة الحراقة، هاد السيدة ولات كتهاجمني أنا، هاد السيدة ولات كتجي تهاجمني أنا، لهذا كنطلب من السيد وكيل العام هادشي طرا عنده في المحكمة، وأنا كنشكر على الاستقبال ديالو والمعاملة ديالو ومعاملة الناس كاملين بهاد محكمة السيناف، كنطالب بالكاميرات، هادشي اللي بغيت، وداك الساعة إلا فيا الحق أنا موجودة، هاد الناس ضربوني وتعدوا عليا خذوا لي حقي، انا كنشوف با حاليا من بعد با الله يرحمه كنشوفه هو السيد وكيل العام، كنشوفه هو با، يعني يدير بحسابي انا، لان اللي غنقول لكم وغنوقف هذا التسجيل وهو انني كنت خايفه النهار الاول من هذه المحكمه، ولكن اقسم بالله العلي العظيم الا تعاملت احسن معامله واستقبلوني احسن استقبال، وكنظن الا كان ميلفي هنا رانا مرتاحه، انا حاليا ملفي بين ايادي امينه، هذا هو اللي بغيت نوصل لكم، وشكرا كصحافه وسمحوا لي على كل شيء، والله يرحم لكم الوالدين. كل مره كل مره المتهمه مشات لفرنسا خويا الراي العام اللي مش عارف الراي العام، واخا نشكره تنعيار ما غاديش قليل في حقه، كنقول لكم شكرا بزاف 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 بكم نتوما، انا الحمد لله بين ايادي امينه، لان كلكم نطوا وكلكم تحاربتوا على ودي وكلكم تعاطفتوا معايا، كنقول لكم انا راه ما غنبخلش عليكم، واي حاجه كانت الحمد لله معايا الصحافه كيجيو عندي كي غادي نشارك معكم اي حاجه. اليوم راه كليت العصا، انا قلتها لكم من طرف المتهمه،
وتعدوا عليا الخال والمراه اللي معاهم تعدوا عليا راني قلتها لكم. لهذا غنختم هذا المباشر وهذا التسجيل مع الاخوان، واي جديد راه غادي نلصقوا معاكم. شكرا.